مساكم الله بالخير وحلقة جديدة من برنامج عصاري. حلقتنا اليوم ناقش قضية عائلية. عصاري مع علي خادم. حياكم الله ويانا ببرنامج عصاري وقضية عائلية بنناقشها اليوم. قضية يمكن تكون متشعبة، يمكن تكون يعني لها أكثر من اتجاه وأكثر من جزء وأكثر من جانب، وعشان نتكلم فيها بشكل مناسب أعتقد أن اللي ويانا اليوم ومشرفتنا اليوم شخص مناسب عشان يناقش هالموضوع ويانا، السادة نوال المهيني استشاري اجتماعي. حياك الله ويانا. مساء المباركة، حياكم الله، مشكورين على الدعوة. شكرا شعلة، من زمان ما شفناك. شكرا علي، الله يسلمك. الساعة المباركة اللي تعرفنا عليك. تشرفنا دكتورة. دكتورة، احنا الموضوع اليوم اللي بنركز عليه هو الخصوصية بين الأزواج. نعم. شكل الخصوصية والتفاصيل هذه، لكن قبل لا نتكلم عن الخصوصية خلينا نتكلم عن العلاقة الزوجية اليوم. احنا لما نتكلم عن العلاقة الزوجية، لأن في تبعات وفي آثار احنا قاعد نشوفها بالمجتمع. لما نسمع عن ارتفاع نسبة الطلاق، لما نسمع عن ارتفاع عدد المشاكل أو حجم المشاكل اللي قاعد يصير بين الأزواج، وفي أسباب متفاوتة طبعا، بعضها تكون أسباب مادية، بعضها تكون أسباب أسرية، يعني في أكثر من اتجاه وأكثر من سبب لها. لكن العلاقة الزوجية اليوم خلينا نتكلم عنها بالشكل العام. هل نموذج العلاقات الزوجية اللي موجود عندنا بمجتمعنا تحديدا، هل هو نموذج صحيح للعلاقة الزوجية؟ خلنا ناخذ أول شيء إيجابية الموقف. تفضلي، نبتدي بالإيجابية. هذا المطلوب أكيد. إن فعلا إحنا قاعدين نتطور، في عندنا وعي في طبيعة العلاقة بين الزوجين. أوكي. بدينا نتعدل، بدينا نفهم أكثر، بدينا نقرأ أكثر، بدينا نشوف الديار الثانية بالسفر بالطلعة، القصص اللي نسمعها. فبدأ حالة التطور في العلاقة ما عادت حتى من قبل 15 سنة تغيرت عن 15 سنة العام. نعم، تغير الشكل العام، يعني كان في نوع من حالة التحفظ قبل، الخجل اللي أكثر من اللازم، قد يكون صحي ولا مو صحي، حالة الغبة أن احنا نخش ما نبي أن أحد يدري عنا، يكشف عنا أو ندري أحد أسرار علاقتنا بيننا وبعض. كان هذا قبل، الحين لا، في تطور، لا، إن قام الناس تشوف وتقلد وتطلع قدام المجتمع بشكل جديد. حتى السوشيال ميديا الحين صار في تلاقي حتى الفاشينستات صار أزواج يطلعون وكنماذج، ما نقيمها لكن كنماذج تطلع بالسوشيال ميديا، كأن هي تعرض نوعية العلاقة وطبيعة العلاقة. في أمريكا عندهم برامج كاملة تعتمد على الحياة اللايف داخل البيت بالستار اللي عندهم، عندهم يطلعون بيتهم وشلون قاعدين وشلون طبيعة حياتهم وشلون يتهاوشون وشلون يتصالحون وشلون يأكلون. هل هذا يعتبر إيجابي؟ ما هذا هو قاعد أقولك، بدون تقييمهم هذه صورة من صور اللي قامت تعلن عن علاقة الزوجية. لكن يمكن أمس أنا كلمتك فيه أن أنا شخصيا أعتبر العلاقة الزوجية عبارة عن محمية، زوجين يشتركون في بناء هذه المحمية، مثل محمية الزرع. شنو يصير عليها؟ أولا هذول الطرفين الشخصين في العلاقة الزوجية لازم يعرفون أدوارهم الصحيحة، شو اللي لك وش اللي عليك. من يحدد هالأدوار؟ نعم، لابد يكون بالاتفاق اثنيناتهم في أدوار طبيعية، يعني رعاية العيال خصوصا من أول ما ينولدون، هذه عاطفة أمومة، فهو دورها واضح في أن هذا دور أم، لكن ما ينفصل دور الأبو، ما يصير مراقب. أوكي. ولا يصير مقيم. أوكي. يعني إحنا عندنا من مشكلات الزواج أن الزوج يصير مقيم للعلاقة الزوجية، في أن أنت سويتي صح أنت سويتي غلط، هو قاعد هو عبارة عن مفتش وناظر ومراقب. مقيم للعلاقة الزوجية والعلاقة التربوية؟ لا لا لا، العلاقة الزوجية نفسها. أنت ما تدري عن البيت. أوكي. أو إن أنت تدرين عن البيت، أو إن حاطة بالك على العيال، أنت محاطة تدريس ما تدريس، فهو معطيها موكلها مهمة وهو مراقب. أوكي. هذه جزء كانت في العلاقة الزوجية.
اللي صار إن وهذا سبب وايد من المشكلات. أنا لما تصير عندي محمية وأدري الطرفين الزوجين يدرون إن هما شغلهم الشاغل نماء هذه المحمية، عرفت شلون؟ ورعايتها وحفاظ عليها وتنميتها، هذا دور الاثنين مو دور واحد فيهم. فيتفقون أنت شنو شاطر فيه وأنا شنو شاطرة فيه. بعض الأحيان الحين وصلوا مرحلة إن الزوج يطبخ أحلى طبخات لأنه أشطر، أشطر يقول أنا أطبخ ليش ما تشغل بالطبخ، عرفت شلون؟ وهي تقول لا أنا لبج لك البيت ملبج على كيفك، عرفت؟ فتبتدي توزع الأدوار. أكو أشياء لا رسمية معروفة، حماية البيت من من برا، رعاية المرأة تحب إن تحس إن هي داخل بحنان حق الزوج، يعني تبي ريلها يحط باله عليها بس ما يتأمر عليها، يعني يحط باله بس ما يتأمر، يحط باله عليها بس ما يتأمر، يعني تفقدها. إيه؟ تفقدها. عرفتي اليوم سويتي؟ عرفت بس قولي عرفت عشان لا انجرح. سوري. اي اوكي لا بس عشان احرف شغلنا كله صاير. عارف عارف مدرك. يكون يتفقدها ما يتأمر، يتفقدها لكن ما يتأمر عليها، يعني ايش سويتي اليوم؟ شلون الطريق؟ حطيتي بالك على الطريق؟ عرفت شلون؟ قبل لا يطلع يشيك على سيارتها زينه مو زينه، هذه اشياء اساسيه هي تحس ان الله انا مهمه عنده، عرفت شلون؟ فما يكون دوره رقابي، يكون دوره مراعاه اهتمام رعايه، ما هم قاعدين حق هالمحميه. بنفس الشيء هي دورها ان اولا تعطي ثقه بان هذا الرجل اختارها من بد العالم كله، هذا واحد. اثنين الريال مع الثقة على قولته طقه سلف، لكن من تكسر عزومة أو تشكك في الثقة فيه يبتدي يتنازل. شلون تكسر عزومة؟ يعني ويه الله يخليك ما شفت فلان سوى، تقارنه بينها وبين ريلختها رفيجتها، المقارنة تقتل الرجل، لأن ما يحب إنه هو رجل ما يحب المقارنة، عرفت شلون؟ فبعض الأحيان الحريم تقول له يا ليتك مثل رأي فلانة، أو فيبتدي يخج، يبتدي يحس إنه هو لا يدخل يطلع بدور العناد ويبي يتهاوش ويبي يبين عاد رجولته وقوته. في دور المحمية العلاقة بينهم إن هذه الأدوار لما توزع قابلة للتغيير ومرنة، يعني أنا يمكن ما قدرت أدي هذا الدور الحين، عاد أنت تشيل وياي. الحين تقصدين بشكل مؤقت ولا الحين بفترة طويلة؟ لا لا يعني في أدواري. أوكي. زين أنا في بعض الأحيان ما أقدر أسويها، مثلا اليوم ما أقدر يعني إيه؟ أوكي. مرضت، سافرت، عرفت شلون؟ يعني الرجل يكون عنده مهمة يسافر فيها، أو الزوجة في بعض الأحيان عندها مهمة تسافر فيها. الحين وصلوا عندهم وعي تلاقي الريال قام يقوم بالدور، يحافظ على عياله، ها ذاكرته وما ذاكرته، تشيك على البيت، يطالع الأمور، بدأ يصير في وعي. قبل كان لا ما تسافرين ما تسوين، لأن من بيقوم بهالدور؟ الحين بدأوا يصير عندهم وعي، وهذه من الأشياء الناجحة في المحمية في العلاقة. المحمية الزوجية اللي بينهم ترى مو بس عيال، لا علاقة بين طرفين فيها مودة ورحمة. هذه جاي عليها أستاذ. يعني هذه جاي عليها. أنا هذه تحديدا جاي عليها، بس خلينا نتكلم عن جزئية الاتفاق. نتكلم عن جزئية الاتفاق بعد عقب البريك. حياكم الله ويانا ببرنامج عصاري وقضيتنا العائلية وموضوعنا العائلي اللي نسولف فيه اليوم اللي هو الخصوصية بين الأزواج مع الأستاذة نوال المهيني استشاري اجتماعي. اللي عنده أي ملاحظة أي تعليق على هذا الموضوع بالإمكان من خلال هاشتاج عصاري بتويتر أو أكاونتنا عصاري MFM. أستاذة نوال سولفنا بالجزء الأول من الحلقة سولفنا عن أنه والله الزواج يكون بمثابة محمية، هذه المحمية تتطلب رعاية من الطرفين، وقلت شغلة وايد مهمة أعتقد أنها وايد أساسية اللي هو أنه يكون هناك اتفاق ما بين الطرفين على المهام، شنو كل واحد مهمته، وهذه المهام يعني ما هي يعني ما تي باي ديفولت، لازم يكون في اتفاق، لازم يكون في رسمة معينة. هذا الاتفاق متى يصير؟ من الأشياء اللي احنا بنتكلم فيها ان هذه الأمور الاتفاق اللي يصير ترى كثير من المتزوجين الحديث ما يعرفون عن هالموضوع، ما يدرون انه هو في مرحلة الخطبة.
أوكي. اللي هم الفترة اللي يقعدون يتسولفون فيها بالتليفون ويتكلمون فيها ويتعرفون فيها على بعض، هذه الفترة اللي هم يحددون شنو المهام اللي إحنا ناخذها مع بعض. هذه المرحلة هي أفضل مرحلة يحددون فيها مهامهم. ليش؟ لأن هني هم على قولتهم للحين على السيف سايد، على البار، كل واحد قاعد يكتشف الثاني، كل واحد قابل الثاني بدون شروط. صح، لأنهم من يتزوجون تبتدي تطلع الشروط، صير حليو، صير صير سنعة، جاب لي أهلي أو جاب بيتك أو هذه كلها قاعد تطلع بعد الزواج. فش قاعد يصير؟ هو اللي يسوي حالة من الإرباك في العلاقة خصوصا في بدايتها. فأول شيء لازم نعرف إنه هو في مرحلة الخطبة والتعارف يبتدون يعرفون بعض. هني أنا كل أقول حق كل شاب وشابة مقدمين على الزواج على الملكة، ها، وهم في فترة التعارف، مهم جدا تعرفون بعضكم بعض. هل هو حليو؟ يعني شنو حليو؟ يعني عنده القدرة على إنه هو يكون مرن. حليو في إنه هو مو متعصب على شيء، متمسك فيه لا ما يصير، أو إنه هو هل هو من نوع الغضوب ولا هو من النوع السهل. فهني تعرفون مع بعضكم بعض شلون راح توزعون المهام. يعني أكو مهام تصير أكو شخصية مثلا مثالية، أنا أحب الأمور نظام صح، ما أحب التأخير بالوقت، وأنا فأعرف إن هذه الشخصية عندها توقيت مهم جدا، إدارة الوقت مهمة جدا. فأبتدي أقول إيه شلون نوزع المهام بحيث إن إدارة الوقت تصير صح، نحافظ عليها مثلا هذا الشخص مثلا من النوع اللي بخيل. أوكي، شلون تعرف إنه هو بخيل؟ البخيل غير الحريص، ها، البخيل اللي خاف من الفلسفة، تلاقي وايد يتحكى بالفلوس، وايد يتحكى بالفلوس، سالفة الفلوس، فمعنى هذا إنه هو عند الفلوس مخرعته. فأبتدي من البداية أعرف إن إحنا ترى بنحط ميزانية حق أسرتنا، شلون ننظم ميزانية بيتنا. أو يمكن أستاذ نوال نقرر إنه ما نصلح، ممكن هذا فترة هذا الخطوبة. إحنا شو اللي يصير أخوي علي؟ يصير أنا عندي عشرة، أقول حق كل شاب، ها، حق كل بنت وولد مقدمين على زواج، حطوا لكم عشرة مواصفات أنت تبيها في شريكتك. أوكي. وحطي عشر مواصفات في شريكك. إذا عندك منهم ستة لقيتي وأنت تسولفين معاه، أوكي، قبلي فيه. هذه العشرة يكونون العشرة المحورية والأساسية. أيوة، أولوية. أوكي. لكن إذا والله ثلاثة حلو زينين، أوكي، لا هو ما طاف ولا هي طافت. فلازم نحترم إن إحنا فترة الخطبة فترة إن إحنا قاعدين نتعرف على قدراتنا، لأن نقدر نسوي محمية، نقدر نعيش صح مع أزواجنا. صح، يعني مثلا أنا أعرف إن هذا الريال من النوع اللي يبي يسافر، يبي يطلع، يبي يروح، عنده ربعه أولوية، عرفت شلون؟ فأنا لازم أعرف إن هني أضبط نفسي في إني لما أضبط الأولويات ما أقول له بس ما تروح حق ربعك، لك سفرة بالسنة. أكو بعض السيدات أعرفهم تقول له لك سفرة بالسنة، مثل ما أنا لي سفرة بالسنة، هو يقولها لك سفرة، لي سفرة بس أنت ما لك سفرة. هني تصير في مشكلة، تصير صراعات هني. نعم، من الأشياء أيضاً اللي تصير، طبعاً أنا شلون الحين أسأل سؤال، أنا شلون أعرف الريال إذا هو كذي؟ شلون أقدر أقيم هالشيء؟ أيه. إيه بالضبط، بمواقف الحياة. بس هذه المواقف تبين بالخطبة السادة. أي نعم، يعني مثلاً لما أي ويقول لك، يعني يقول لها مثلاً إن اليوم الشارع، تقول له مثلاً إيش صار اليوم بالشارع اليوم؟ والله اليوم تهاوشت مع لوعوا كبدي بالشارع، امشي اطق قرنات، ما يفهمون الحريم فيهم، الحريم فيهم. فادري انه هو عنده نظره في الحريم دونيه، يحتاج انه هو يعيد ترتيب حساباته. أوكي. او ان هي تقول لا واي ما سمعت، المره لازم تصير ريل شديده وعينها على ريلها، والله العظيم البنات يخرعون. اعرف ان هذه شكاكه، اكون عارف مفاتيحها من هذه السلوكيات. نعم، فابتدي اعرف شلون ابني محميه صح، اساسها ينبني على ثقه، على حب، على موده، على رحمه. هذه الاساسيات اللي تبني فيها اي محميه صحيحه. اي حرمه ما عندها رحمه معناته ما راح تعطيك مجال إنه يتسامحك لو تخطأ. أو الرجل نفس الشيء، إذا ما كان في حب معناته إنه ما في إني أشوف الزين فيك، عرفت شلون، وترفع عن الأشياء اللي مو زينة عنك، عرفت شلون. فهني هم هذه بعد عندي مشكلة في المحمية راح تصير.
من ضمن الأشياء اللي مهم جدا في الزوج والزوجة يعرفون هل هو يقبل أو هي تقبل بأن مثلا أنهم يغيرون وظيفتهم في يوم من الأيام، هل هم يرضون أن العيشة شون بنعيش أنا وياك في البيت؟ هذه لازم تكون فترة الخطبة، لازم تكون واضحة. هل أنا بقعد ببيتكم لين متى؟ أو أنا أبي بيت بعد فترة، لازم على الأقل 10 سنين بعدها لازم نكون إحنا منتقلين حق يكون جديدة، إحنا فتحنا بيت جديدة، خلية جديدة، عرفت شون؟ هذا كله بترى بالخطبة. إش كثرنا بني بعيال؟ إش كثر؟ يعني أنا اللي أعرف إنه أكو بنات يبون أولاد عيال، والأزواج يقولون لا بس خلاص اثنين كفاية علينا. نعم، وهي مع الوقت تقول لا ما بي. علاقتنا مع الأصدقاء، ربعك ورفيجاتك، هل الزوج الحق في اختيار رفيجاتك؟ ها يقولك هذه ما تطلعي معاها، هذه ما تقعدي معاها، هذا أو أنت أو هي تقول رفيجك هذا ما بيك تطلع معاه أو ما قعد هذا ما تسافر معاه. ليش؟ لأن هي سامعة حكي، سامعة مواضيع وسامعة نعم حكي عنه. نعم، من ضمن الأشياء المهمة في الاتفاق هي سرية العلاقة بيني وبينك، أنا والزوج الأزواج اثنيناتهم كيف راح نضمن أن في علاقتنا فيها على كثر ما فيها ثقة، فيها حالة من التحفظ والسرية، منو اللي أتكلم حقه؟ شنو النطاق اللي أقدر أتكلم معه؟ حدود العلاقة، منو اللي أقدر أتكلم عن علاقتي في زوجي معه، ومنو اللي ما أقدر أتكلم، شنو الموضوعات اللي إحنا نطرحها وشنو المطروعات؟ هذا كله بالاتفاق فترة الخطوبة يفترض يكون، ويقعدون على راحتهم، بحيث ليش؟ لأن اثنيناتهم إذا يبون بعض راح يحافظون على بعض، إذا ما يبون بعض أو إن في إشكالية راح يبين، راح تبين هني النقاط الجوهرية هذه تبين هني. نعم، وعلى فكرة الأجانب عندهم ترى هذا الجانب من زمان، ليش؟ لأنهم عندهم حرية الاختيار. صحيح، يعني إحنا ما زال المجتمع ينتظر الزوج يختار الزوجة، عرفت شو؟ بالضبط. أو البنية ترتب على أنها تتزوج واحد ثاني، ترسم عليه وتخطط له وتتزوجه، خلينا نكون واضحين، عرفت شو؟ لكن الأغلب أن تنطر البنية قاعدة تنطر وي شخص يختارها، يختارها ويتقدم لها. نعم، فيصير اختياراتها مو سهلة، هني يبتدي عاد عشان شي نقولها مهم جدا تقعدين في مرحلة خطبة، الخطبة مهم جدا وتعرفين عادة. الخطبة وايد ضرورية. الحين جايين بالطلعة الجاية ويا السادة نوال المهيني استشاري اجتماعي، جايين على موضوع العلاقة الحين عقب الخطبة وعقب شنو شلون الخصوصية تكون ما بينهم بعد نوال. عصاري مع علي خاجة، حياكم الله ويانا ببرنامج عصاري، وموضوعنا العائلي اليوم وقضيتنا العائلية الخصوصية بين الأزواج ويا الأستاذة نوال المهيني. أستاذة، أعتقد تدرجنا بالكلام من شكل العلاقة أو أن شنو لازم يكون، شلون لازم تكون العلاقة بين زوجين، ويمكن عرفتيها بتعريف جميل أو صورتيها بتصوير جميل اللي هو المحمية. بعدين دشينا على مرحلة الخطوبة اللي يكون فيها الاتفاق والانسجام يتحقق هني بناء على نقاط 10. أنا وايد عجبتني مسألة كل واحد يحط نقاط 10 أساسية يبيها بالطرف الآخر. فإن شاف الطرف الآخر حقق 6 منهم فهذا الطرف مناسب، لأن الباقي مع الوقت. بالضبط، الباقي مع الوقت، ماكو شيء مثالي، ماكو حد يفصل. بالضبط. نعم، طيب احنا اليوم ني نتكلم عن لقوا، يعني مشوا بهذا الشكل ولقوا 6 من 10 بفترة الخطوبة وصار الارتباط وصار الزواج. هني نتكلم عن هل يفترض بشكل أساسي أن يكون لكل شخص مساحته الخاصة التي لا يتجاوزها الطرف الآخر؟ بالتأكيد 100% لازم يصير هالشيء. إحنا كبشر طبيعيين، أنت الحين بروحك وأنا بروحي، عندك مساحة لا تقبل بأي حال من الأحوال أن يدخل فيها أحد غيرك، هذا حقك، حقك بإنسانيتك، عرفت شلون؟ أن عندك مساحة مالتي أنا، ما بي أحد يدخل فيها، مو لأن فيني عيب، مو لأن أنا إحنا ندخل بسالفة الشك، لا، من باب إني إنسان حر. هذه الحرية كل واحد فينا يحتاجها، ولكن نحط لها نظام، مو قواعد، نظام. أول شيء شنو تحتوي هالمساحة؟ شنو مكونها؟ أقدر أقعد بروحي براحتي، أوكي، هذا واحد. أنا أقدر أختار
منو الناس اللي أحبهم؟ أنت ما تفرض علي كزوج أقعد مع ناس يمكن أنا ما أحبهم، ما أقبلهم، ما أتوافق معهم، عرفت شو؟ فأنا من حقي إني أقول أحترم هذه العلاقة اللي أنت اخترتها، لكن ما أقدر أدخلها كصداقة معي، عرفت شلون؟ يعني مثلا زوج ويا رفيجة وإلا تصادقين مرته إلا لازم ايه؟ أو رأي رفيجتي تعال إلا تعرف عليه وتقعد وياه ولازم تطلع معاه ولازم تسافر معاه ولازم، هذا سبب إشكالية، لأن هذه فيها الأرواح جنود مجندة، أنا يمكن أقبلها أو ما أقبلها، في توافق لازم يصير. فأنا من حقي إني أقول ما أقدر أقعد مع هالأشخاص، ما أقدر، مو لأن فيهم عيب، ما عندي توافق معهم، ما ننسى هذا جزء مهم. من ضمن الأشياء أن عندي الحرية في أني لما أكون تعبان أقول أنا تعبان، ما أدوس على روحي، لما من حقي أني أقول أنا تعبانة ما أقدر، فهذا حرية شخصية أحتاجها، لازم أقولها، إذا ما أقولها مع الوقت يصير مستغرب أني أقول أنا تعبان، مستغرب أني دعوة طول عمرك تمشين وتسوين بالضبط. اللي أنت إحنا نقوله لك الحين صرت أنت تعب، لا قبل ما كنت أقول، وهذه من الأخطاء، لازم أقول إن من مساحة الحرية عندي إني أقول إن أنا ما أقدر، من مساحة الحرية إني أقول أبي أطلع أو ما أبي أطلع، أبي من مساحة الحرية إني أختار وظيفة تناسبني ولا تعيبك، عرفت شلون؟ مثل ما أنت لك حق إنك أنت تختار وظيفة تناسبك ولا تعيبه، هذه وايد مهمة، هذه جزء من الحرية اللي أنا أحتاجها. نيا نطالع هذا النظام، وهم بعد هذه من الأشياء اللي إحنا نتفق عليها مع البداية، من ضمن الحرية إن أنا عندي مرونة. يعني شنو؟ يعني اليوم أنا أقدر أسوي شيء يمكن بعد شهر شهرين سنة بس خلاص ما بي أسوي، تعبت، أبي أغير خطتي، أبي أسوي نظام جديد بحياتي، أبي أخذ خط جديد بحياتي، بس هذا النظام مو ما اتفقت وياك عليه. اوكي، بس انا ظهر، وعشان كذي لازم تصير فيه مرونه. اذا هذا النظام ما يضرك شخصيا ولا يضر المحميه، اوكي، شخصيا في انه هو يهدمها، يدخل فيها فيروس، لها ازمات، اي لا لا، ممكن ان انا اقول شيء جديد دخل عندي بحياتي. يعني الحين بس انا مو حابه، في فرق، أوكي. في إنك لما ما تحبه وايد مهم إنك تعرف أنا ليش خذيته، لأن هم هذا اقلب الصورة، لو كنت أنت كرجل وخذيت خط جديد بحياتك وما أنا مو حابته، حلو، أوكي، فهل أنا أقول خلاص أطلع من هالمحمية، ولا أقول خلنا أستوعب ليش هو اختار هالمحمية؟ لأن إذا أنا أحبه وعندي مودة وعندي رحمة وعندي حب لهذه المحمية، أقول اللي تحبه قد أنا أقبله مع الوقت، أعطني فرصتي أقبله معه، أهضمك، لكن مو شرط أن أجبرك عليه، لا أجبرك لا بقبول ولا برفض. ليش؟ لأن بالأخير ترجع لنا إنسانيتنا الحرة داخلنا، فنقول لا بس خلاص ما بي. اللي قاعد تقولينه أستاذة نوال موضوع المرونة ومساحة الحرية ما يتضمن أسرار؟ إيه، هذا الموضوع اللي وايد مهم، والناس ما هي عارفة شلون أقدر أقول أكو أسرار عندي في حياتي، في علاقتي الزوجية، وفي أسرار في المجتمع وأنقلها حق البيت، أوكي، أو حق المحمية. أوكي. أنا ويا زوجي علاقتنا بيننا وبين بعض الخاصة جدا الحميمية هذه بيني وبينه، ولكن أوكي، ولكن في شغلتين مهمين، إذا كان في مثلا عنف جسدي أو نفسي قاعد يصير عندي بعلاقتي الحميمية وياه، لما أقعد وينصك علي باب إيده طويلة يمد إيده، أو إن هي من النوع العنيفة، عرفت شلون؟ هني عندي خط، طول لسانها لازم، اي او طول لسانها، او حتى اكو حريم يطقون ترى، صحيح، دز وتطق وشي، فهني لازم تطلع الموضوع، هني هذا مو اسرار، هني يحتاج اما الاستشاره او انه ينتقل حق الام او لكن احذر من الاصدقاء، ما انقل هذه الاسرار الخاصه جدا حق الأصدقاء إلا لنطاق الأسرة، الأسرة اللي تساعد في الحل، أوكي، لأن أنا بأنقل الموضوع حق طرف ثاني عشان أوجد حل لحماية هذه المحمية،
عرفت شلون؟ مو أوجد مشكلة ثانية. ليش أنا أقول متحفظ من الأصدقاء؟ لأن الأصدقاء إلا إذا كانوا استشاريين طبعاً. أوكي. أو إن الناس مختصين. لأن الأصدقاء عادة يكونون بنفس الفئة العمرية، خبراتهم يعني أنا وين أطلع وجهة نظري؟ أطلع وجهة نظري تدخل فيها تربيتي وعلمي، يدخل فيها المريت فيه بحياتي من مواقف، من عرفت شون، من أفكاري، من مشاعري، كل هذا يكون عندي رأي. فلما تي شعلة تقول لي مشكلة خاصة جدا، أنا قاعد أعطيها رأيي من وفق هذه العجينة، مو قاعدة أقول لها وأنا فاصلة مشاعري وكل هذا وقادرة أني أقول لها عن رأي محايد أو موضوعي. نعم. ليش أقول حق الوالدين؟ في بعض الأحيان يعني الطق، السب، العنف، يعور، التهديد، التعيب، لازم يكون في وقفة حازمة تحتها ألف خط. ليش وقفة حازمة؟ عشان إحنا قاعدين نحمي هالمحمية، لأن أنا ما أبي الأراعين المحمية الأم والأبو أو الزوج أو الزوجة أحد الطرفين ضعاف، يخافون، عندهم قلق، عندهم إحساس بعدم الأمان أو الثقة، فهذه المحمية ما راح تكون محمية ناجحة، راح تولد لي داخلها عيال تعبانين أو حياة ما هي سعيدة، علاقة ما هي مريحة، علاقة تكملت، علاقة شكل اجتماعي لكن هي مو علاقة صحيحة. هذا أستاذ نوال، هذا موضوع السرية اللي تكون داخل العلاقة، لكن اللي بنتكلم فيه بعد شوي راح نتكلم عن أن أنا ككيان، أنا كشخص منفرد، هل يحق لي يكون عندي أسراري الخاصة عن زوجتي؟ هل زوجتي يحق لها أن يكون لها أسرارها الخاصة عني؟ أنا مو مفروض أني أطلب معرفتها وهي مو مفروض تطلب؟ لأن يعني من ضمن الشغلات اللي جاتني على الهاشتاج بعصاري زوجة تقول أنه والله أنا وثقت فيه وبالنهاية وحافظت على سريته وبالنهاية خاني لأنه كان عنده أسرار وما احترم هذه الخصوصية. فهذا النوع من السرية هم نبي نتكلم فيه عقب ما نسمع يا منيتي ونرجع إن شاء الله. عصاري مع علي خاجة. مشكورة أستاذ نوال، حياكم الله ويانا ببرنامج عصاري وقضيتنا العائلية الخصوصية بين الأزواج ويا الأستاذ نوال المهيني استشاري اجتماعي. يعني تكلمنا عن السرية اللي هي أسرار البيت. نعم. وأن هذه حتى إذا تطلب الموضوع أو استلزم الأمر، سواء كان بسبب عنف، سواء كان بسبب تهديد، بسبب اجتماع، أن إلى أين يصل موضوع إخراج هذه الأسرار. لكن خلينا نتكلم عن شغلة ثانية، أسراري الخاصة كزوج، أسرارها الخاصة كزوجة، هل يفترض أن الطرف الآخر لازم يدري عنها؟ يروح يقول لها قولي لي شو اللي صاير، قولي لي كلمتي منه، قولي لي، ولا تقول له أنت قاعد تواصل ويا منه؟ هذه المساحة هل لازم يعرفونها الطرفين؟ قاعدة جميلة في العلاقة الزوجية، ماكو شيء اسمه لازم. حلو، ممتاز، ماكو شيء. هذا الأساس في العلاقة، ماكو شيء اسمه لازم، ولكن يفضل. ها؟ لكن نين طالع، أنا عندي أسرار قبل أتزوج، عدل، وكانت لي حياتي، كانت لي علاقاتي، كانت لي ناسي، ونفس الشيء الزوج أو الزوجة. ممتاز. ولي تجاربي، ولي، مو من حق الزوج أنه يدري عنها، ولا من حق الزوجة أن تقعده وتستجوبه. حبيت واحدة، عرفت واحدة، كنت خاطب قبل واحدة، إذا هو سولف، عرفت شلون؟ لازم أعرف أنها هي سوالف، لكن ما أدخلها في الميموري مالي عشان يوم من الأيام أسوي كرت أوكي وأهدد فيه أو أني أساوم فيه. نفس الشيء، أنت قبلت هذه الزوجة بكل ما فيها، مثل ما الريال ينسأل عنه، المفروض الريال يسأل عن الزوجة، عن البنت، سنيناتهم لازم يسألون عن بعض، أخلاقياتهم، طبيعة عملهم، يروح يشوفها بشقلها، تروح تشوفها بشقلها، يقعدون يسولفون، عرفت شلون؟ ولكن مو من حقهم ما سبق
ان احنا نتكلم فيه. ليش؟ لان احنا بامانه خلينا نكون واضحين، احنا مجتمعات مو واعيه اجتماعيا. حلو. يعني احنا عندنا القدره، ايوه مو واعيه اجتماعيا، يعني ان احنا ما عندنا المرونه في التقبل، او ان احنا نقول هذا ماضي هو خلص منه وباني حياتي جديده. احنا ما عندنا كذي، احنا عندنا الماضي يلزق بالحاضر ورايح على المستقبل، يرتبط لي قدام. فما عندنا سالفه ان هذا ماضي هو عاشه، عرفت شلون؟ هني اقول لا مو من حقه. لكن تزوجوا وماضيها او ماضيه حاولوا انهم يدخلون في علاقتهم او يهددون هذه المحميه، بناتي يحاولون يتحرشون في الزوج، الزوج او الشباب يتحرشون في الزوج او يدعون شيء عليها، هني لازم تكون بينهم قاعدة واضحة فيها أمان وثقة بأن أنا اخترتك وأنت اخترتيني، فإحنا أكو جاينا تهديد خارجي. شلون تعامل وياه؟ شلون نتعامل معه؟ بدل ما أقول شفت سوالفك قبل سوت فينا، شفتي سوالفك قبل سوت فينا، فأبتدي أرتبط في أن هذا أجيبه كأزمة جديدة. لا بس خليني أقول لك إياها بهالشكل. يلا. هي تدري عن هذا الشخص، عن الزوج، أوكي؟ تدري إن هذا في حياته قبل الزواج، في حياته قبل الزواج كان لعوب، نقولها بهذا الشكل. فالتحقيق وياه، التحقيق وياه بعد الزواج، إن أنت قاعد تكلم منه بتويتر، أنت ليش عندك خط ثاني؟ أنت شنو قاعد يصير وياك لما تطلع هني ولا تروح المكان الفلاني ولا تسافر المكان الفلاني؟ وهو يتحفظ يتحفظ يتحفظ، الحين ما أدري هو قاعد يسوي شيء ولا مو قاعد يسوي شيء، هذا مجهول إلى الآن. لا. هذا الموضوع، هل شنو لازم يسوي الزوج بهالحالة؟ ما هذه النقطة اللي إحنا نتكلم فيها. أنت ما دمتي قبلتي فيه كزوج، أوكي، حطينا الست نقاط وقبلتي فيه، أنت تدرين عنه إنه هو لعوب، عندك واحد من الاثنين اختيار، أوكي، يا أقبل فيه كزوج بكل ما فيه وأضمن أو أقول أو أنوي إن إحنا قاعدين نبني علاقة جديدة مع بعض، ليش لا؟ أو إني من البداية أقول له هذا الرجال ما يصلح لي، هذا لعوب، خصوصا إذا أنا من نوع الشكاكة، زوجة شكاكة. أنا من النوع اللي ما أرضى، أحب الملكية، ترى أكو زوجات هذا مالي، هذا ريلي، هذا ريلي، حتى لما يحاكي خواته حلي ويا خواته يضيق خلقها، لأن عندها حاسة الحب الخناقي، الحب اللي تبيه مالها ملكية، عرفت شلون؟ وهم أكو أزواج لما يتزوج المرأة عبالة أن هذه مالته، خلاص مالته، عرفت شلون؟ هي تتكلم وتحاكي وتطالع وتراسل وتسافر وتقعد وتتكلم بموافقته بجرين لاين منه هو، ولا يقول لها لا بس ما تحاكين فلانة، فعرفت شلون؟ فأنت هي عندها القرار. إذا أنت داشة بعلاقة زوجية وأنت شكاكة أو هو عنده مشكلة، أنت ما تقدرين تتعاملين معها، لا تدخلين، لا تدخلين بالعلاقة. ليش؟ لأن المحمية مالتك مقضوضة، عندك قض فيها، ها؟ قاعدة تسرب، قاعدة تسرب من الأساس. نعم. عشان كذي أنا لازم أكون حريصة في موضوع الخصوصية، لازم أعرف منو اللي أتكلم معه، حتى لو أبى فضفض من الشخص أو من ربعي اللي أفضفض له، لازم أختار شخصية متزنة، راكد، مو من النوع الغضوب ولا العصبي، مو من النوع اللي شايف إنه هو أعلى وإن الحريم عادي توابع ويكملون، ولا هي شايفة إن هي الأعلى وهي تقدر تصخرة وتخليه تحت إيدها وخاتم بيدها، فهمتني شون؟ لازم أختار صديق متزن وصديقة متزنة للفضفضة. ممتاز. هذا. الحين خليني أنا أرد على اللي جانا على الهاشتاج اللي قالت إن أنا كنت مقدرة مساحة الخصوصية لزوجي. هذه المساحة اللي هي إن أنا ما أسأل عن اللي ما يبي يقوله، اللي ما يبي يقوله أو ما يفتحه أنا ما أسأل عنه، هو حر. وصلت لمرحلة بالصدفة اكتشفت خيانته. نعم. فالحين أنا شنو أسوي؟ يعني هو سؤالها إن أعطيته هذه الخصوصية وأعطيته هذه المساحة وأعطيته الحرية، اكتشفت إن استثمرها في الخيانة. أول شيء أنت ما عطيتي،
هذه لازم نصحح مفاهيم. شنو عيل؟ هذه حريته الصحيحة مثل ما أنت حرة. عرفت شو؟ هو استثمر أساء السلوك والتصرف في مساحة الغياب نقدر أوكي. نقول أن أنت على قولتك أنت عطيت الحرية، أنت ما عطيت الحرية، أنت تغافلتي أوكي. أنت تركتي الموضوع. عرفت شو؟ هم بعد الريال والحرمة يصير عندهم الإحساس بأنه أكو وضع مو مضبوط، سواء المرأة والريال أكو وضع مو مضبوط في العلاقة. عرفت شون؟ فأي أطالع الموضوع، أولاً انتبه حق التنبش، ماكو شيء إذا هو ذكي وبيخش عنك والله لو تنقزين ما راح يطلع لك. أوكي. عرفت شون؟ لكن أكو بعض الريايل يسوون حركات عشان يثيرون غيرة الزوجة، فتكون مفتعلة. فتكون مفتعلة، فأنت هني ما تسوي روحك البطلة وإنك تسحبين حريته وتراقبينه وش سوى وما سوى. لا، تعالي قعدي، ما احنا اتفقنا، هذه محمية وهذول طرفين، العلاقة مشتركة، الزواج علاقة مشتركة وشراكة، ما يصير واحد يصير فيهم الموظف والثاني رئيس العمل، ولا يصير إن هذا يقدر وهذا ما يقدر. لا، يقعدون تقول له أنا عندي مشكلة صراحة، أنا ضايق خلقي. اوكي، اكو موقف صار ماني عارفه ما له تفسير، يسلمك انت فسر لي اياه. الاسلوب له مهم، التوقيت مهم في مثل هذه الموضوعات، شلون اطرحها، البادي لانجويج، مو الطالعه انا شايفه شيء ما ادري ايش عندك، البادي لانجويج مالها يقول انا شاكه فيك، لا انا طايحه عليك. والتون فتيه تقول له انا عندي موقف كذي، وتقول له شنو صار. اوكي، وتسمع رده، اذا انكر تحترم انكاره. تحترم انكاره. ليش؟ لان الريال يراجع نفسه مليون مره بعدها، تدي لم اموره حتى لو تدري انها حقيقه. وهذا ذكاء في المراه. ذكاء في المراه لما يقول لها ابدا ما من حصل. قال ايه؟ ما صار. قالت له عشوة برت قلبي، هذا رد الفعل لازم يكون. حاتيك يا بعد عمري، والله كنت حاتي، تصدق؟ إيه إيه، هذا مو مثال الحكي، هذا جربي ومثلي وصيري صج. مع الوقت تحسين إن هذا الحكي صجي. ويسم الله عليك عشوة، إن أنت مو كذي، طمنتني بروحه. الريال طبيعته بتدي يفكر، يقولبها. وعلى فكرة خلنا أقول لكم شيء على الهوى، فضلك. الريال وايد يخاف على بيته، وايد يخاف على محميته. عرفت شون؟ ما يرخص فيها ولا يستهين فيها. عرفت شون؟ حتى لو تصير عنده أخطاء، حتى لو عنده سلوكيات مو مضبوطة، حتى لو يصير عنده نقدر نقول يزرق زرقات، بس بسرعة يرجع حق المحمية، لأن هذا بالنسبة له اللي هو بناه، هو سواه، فدائما يعتبر أن هذا جزء وايد مهم. فالمرأة الذكية تحترم أنه لما يقول لها لا أنا ما صار كذي، لكن أوكي إن عصب إن سوا أنتي ما تخليني، وأنتي تشكن فيني، وش دراج، سوا صيحة أقول خذوهم بالصوت. إيه، هني من الذكاء تسكت تسكت أوكي، ليه ما يتفرغ اللي عنده كله. أوكي، ولا تبدي أي شيء. أوكي، وتنسحب. انسحابها معناته أعيدي جدول حياتك، مو معناته تطوفين وتسوين الموضوع عادي. لا، هم زعلي بس لا تشكي، لا تنبشين، لأنه هو هم بيرجع يرتب أموره ويدخل، لأنه بمجرد ما يطخ بيبتدي يفكر. هذه الموضوعات وايد مهمة، التكنيكس في إدارة الهوشة هذا وايد مهم، وايد مهم، وايد مهم. يا طلعك كاسب بالموضوع، يا مرات يقول والله عاد عجبك ما عجبك، يمكن يهدم بالضبط، وتاخذ قرار هي صعب جدا ان هي تتراجع فيه. احنا خلصنا الساعة، تدرين صدق؟ اي والله، شفتي شلون؟ اي والله، والحديث وياك
وايد أسعدني. وايد أسعدني أستاذة نوال المهيني، مشكورة وايد على وجودك ويانا. تكلمنا عن موضوع الخصوصية بين الأزواج، يمكن بنينا إلى أن وصلنا إلى هذا الموضوع خلال الساعة اللي فاتت. ألف شكر على وجودك، شرفتينا. حياكم الله، الساعة المباركة، وأكيد راح نشوفك أكثر مرة إن شاء الله. بارك عليكم الشهر، وربي يتقبل إن شاء الله طاعاتكم، وإن شاء الله دائما متميزين، وشكرا لكم على الدعوة. حافظك الله، فما الله. هالبرنامج ما كان راح يكتمل إلا بجهود فاطمة العلي، عمر العليان، إسراء جوهر، وشعلة القرشي. نلقاكم على خير. علي خاجة.